من إطار الحق في المعلومة المكتوب للمواطنين يجب الإخبار بأنه المرافعة في الدكتور حسن التازي ليس مستمرة. كانت اليوم مرافعات تركز بشكل أساسي على المداخل الأساسية للبيوت، وحاولت من خلالها التطرق لاختصاصات كل العاملين في هذه المساحة. وركزنا بشكل أساسي اليوم على المهام الممثلة للدكتور حسن التازي، حاول من خلالها الوقوف على يعني شو الصلاحيات اللي كيعطيها القانون، وشنو الصلاحيات اللي يمكن أنه من خلالها نستشفوا أنه ارتكب خطأ من الأخطاء اللي يمكن نلقى الجرم متابعته من بعد. كما تعرفون الدكتور حسن التازي عنده صفة طبيب جني، والليستات اللي اليوم معروضة للمحكمة تتعلق بالليستات المتعلقة بالجني، على هذا الإشكال من غير مطروح. المشكل الثاني يتعلق بأن الدكتور حسن التازي هو مالك للمصحة، ويعني حاولت ما أمكن أنه يعني البحث في القوانين الناظمة للمجال العمل في المجال الطبي، لا مرور خلقية من الطب ولا القانون الدولي للطب ولا يعني القانون الداخلي للمستشفيات ولا يعني جميع القوانين المفرضة والمراسيم اللي نقيت من خلالها عن هل الدكتور حسن بصفة ما في المصحة ارتكب خطأ، لم نقف على خطأ. لكن الاختصاص الثالث هو اختصاص المدير العام أو مسير المصحة، كذلك تم البحث في هذا الاختصاص ولم نقف على أي خطأ ارتكبه في هذه الصفة. لنصل إلى الاختصاص الأخير اللي هو كان موضوع نقاش المستفيد، وصفته كمدير طبي. الدكتور حسن التاسي قبل أن ينتقل كان هو مدير طبي لمصحة الشفاء، لذلك يعني وقفنا على أنه شنو هو المدير الطبي، شنو اختصاصات المسؤول عليه، شنو هو التمييز بين عمل المدير الطبي والطبيب المعالج، حدود الفرق بين اختصاص كل منا. وقفنا على أن المدير الطبي لا يتدخل في الوصفة الطبية، لا يتدخل في العلاجات، هذا عمل الطبيب المزاول أو الطبيب المعالج هو الذي يقوم بهذا العمل، هو المسؤول على الشواهد الذي يصدر، هو المسؤول على التقارير، هو المسؤول على الوصفة الطبية، هو الذي يحدد الأدوية. لأن المدير الطبي يمكن أن يكون يعرف يعني جميع الاختصاصات، فاختصاصه حسن التازي معروف في مجال الجميل، لا يمكن أن يفهم في أمراض السرطان أو الأمراض باقي الأمراض اللي يمكن أن ترد على المصحة. لذلك من يسأل على الملف الطبي هو الطبيب المعالج. وقفنا على أنه يعني هذا النقاش ما تمش طرحه بشكل كبير في بداية الملف، لازم يوقع خلط كبير وجمع المدير الطبي اللي ما عنده حتى شي مسؤولية. هذه الإطار ما تنقولش أنه الأطباء المعالجين ارتكبوا خطأ، لا، غادي نوصلوا إلى أنه عند معالج الملف الطبي أنه لم يتم ارتكاب أي خطأ، ولكن غير في إطار التمييز أنه وجود الدكتور حسن التازي في هذا الملف كان خطأ قاتلا، لأنه تدبيره لم يكن بالتدبير الأسلم. لا، ما اعتقد انه اصلا المدارة، احنا تقدمنا الطلب استدعاء في اول الملف والمحكمة قررت احتفاظ بالطلب الى حين مناقشة القضية، نحن نناقش. اعتقد اننا لم نعد محتاجين لحضور المدارة، لانه العقود التي تربط بينهم وبين المؤسسة هي شاهدة على اختصاصاتهم، وهي عقود موقعة ومسابقة عليها. لذلك اليوم الاختصاصات ديال كل واحد في هذه المصحة ترتب ومقتضى عقد، ولا يمكن أن كان يأتي هكذا شفاها ويقول أن فلان مدير مالي أو فلان مدير إداري أو فلان مدير قانوني. اليوم المدير المالي والمدير القانوني كلهم هناك عقود تثبت اختصاصات كل واحد منهم. المراسلات ديال اليوم كشفات على أنه من كان يصل على النظام أزاد، نظام معلومات المصحة، من كان يصل على نظام سيج، نظام معلومات المعلومات المصحة، من كان يصهر على يعني تسير دوامد العمل داخل المؤسسة، من كان يصير على الجانب المالي للمؤسسة، من كان يصير على الجانب القانوني للمؤسسة. هذه رسائل ومراسلات ووثائق تبدا بها المحكمة، كلها تحمس القاعات الطرفية، تبين من هو المدير المالي، من هو المدير الإداري، من هو المدير القانوني، من هو يعني تحدد مسؤولية كل شخص من الأشخاص هذه. إذا الأسبوع اللي بيكون إن شاء الله يوم الجمعة بعد على الساعة الثانية زوال.